أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن الغاليات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أولا على الدعوة، ونسأل الله تعالى لأخوات المنسقات الأخت حنان ومن أيضا يعاونها الأجر والثواب، لأنه هذا جهاد حقيقة ما كل الناس يعني تتحمله، لأنه أحيانا يتواصلوا مع ناس يقولوا لهم مشغولين، فعملية البحث وعملية أحيانا نفس الشيء صار شيء من الناس التي تلقي المحاضرات، يعني كما اللي قال ذا نفسية فيعني أحيانا يكون صعب التواصل مع بعض الشخصيات، وهذا يعتبر جهاد، فربي يبارك فيهم يا رب ويجزيهم الخير والأجر والثواب. ولكم جميعا أيها الحاضرون يا رب ويبارك لكم ويمدكم بالصحة والعافية. سيكولوجية الاستغفار، ورح نتكلم عن الاستغفار بمنحة شوية مختلف عن اللي متعودين نسمعه في مجالس الذكر. راح أتكلم عنه، لما أقول سيكولوجية يعني أنا أتكلم عن الاستغفار، بس أريد أبحث ما هي الأعمال النفسية والسلوكية اللي أسويها عشان أستغفر بشكل صحيح، يعني إيش الأشياء اللي يفترض أنا أسويها نفسيا وسلوكيا، بمعنى مشاعري وأيضا أعمالي كيف تكون بشكل صحيح وأكون من المستغفرين اللي الله تعالى قال، لما قالهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما له يرسل السماء عليكم مدرارا، ثم إلى آخر الآيات، من حيث أن الله تعالى ينزل البركات وينزل الخيرات والأبناء والبنين والأموال وغيرها من البركات. طب أنا كيف يحصل هذا الشيء؟ كيف أنا أستغفر؟ المشكلة إحنا اعتدنا على أن العبادات بشكل عام هي عبارة عن أركان حركات، أو أركان خلينا نقول يعني خضينا الشكل المادي مالها بس، لكنه ما تعمقنا عشان نفوز بالعبادة بشكل صحيح. على سبيل المثال لما أجي أقول حال واحدة ما المقصود بالخشوع في الصلاة، بتقول لي هو يعني إنه مثلا استشعار أو شعورها بالصلاة، حضورها على سبيل المثال، لكنه هل كلنا نحقق الخشوع؟ ما كلنا نحقق الخشوع. طيب نفس الشيء بالنسبة للاستغفار، هل كلنا نستغفر أم أن استغفارنا يحتاج إلى استغفار؟ طيب هل استغفارنا يحتاج؟ لا، يمكن لا، ما تحكموا على نفسكم، ما تستعقلوا ليش ظالمين نفسكم أنتوا؟ سنرى أول شيء قبل ما أتكلم إيش هي الأعمال اللي يفترض إنه بني آدم يعملها عشان يستغفر. أول شيء اعرفوا أنه من فضل الله تعالى علينا أن الله تعالى عندما كتب على بني آدم الاستغفار لعلمه أن الإنسان ينسى فيخطئ، فإذا أخطأ أثقلته أخطاؤه، فإذا أثقلته أخطاؤه قل مسيره وحركته، وبالتالي عجز عن أداء رسالته في الأرض. ليش؟ لأنه الإنسان بطبيعته عندما يتلوث بالذنب ماذا يحدث فيه الذنب على المستوى النفسي؟ يبدأ مثلا خلينا نقول حتى لو أنه ما يشعر بالندم، في واقع الأمر تعمل مشاكل اللي هي الران ومشاكل إيش؟ الزيغ في القلب. فبالتالي إذا ثقل القلب وتغشى، هل سيرى الإنسان طريقه؟ هل يقدر يكمل؟ هتجدوا أنه حتى أموره مالها واقفة، يعني حتى حياته واقفة. ولذلك الله تعالى علمنا هذه العبادة وفرضها لنا حتى ماذا؟
حتى البوابة اللي نشوف منها الخير تفتح إذا أغلقناها بسبب الأخطاء اللي نرتكبها. لذلك لما نجي نطبق عبادة لابد أن نعرف كيف نطبقها على أكمل وجه حتى تتحقق الفائدة أيضا على أكمل وجه، لأن الله تعالى لما قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، شوفوا الاسم غفارا أي كثير المغفرة، طب أنا لازم أكون أيضا كثير الاستغفار حتى يليق بي المغفرة أو تليق لي المغفرة. طيب قبل ما أدخل في ذا الموضوع وكيف ونسوي، خلونا ندخل في الكلمة نفسها استغفار، الفعل جاية من الفعل غفر، استغفار جاية من الفعل غفر، وغفر إذا جيت أقسمها قسمين فهي عبارة عن غين زائد فر، صح؟ غين وفر. تعالوا نعرف ماذا يعني غين، بتلقيوها في المعاجم بتلقيوها، غين يعني غيب الشيء أو حجبه، غيب الشيء أو حجبه، أما فر مو معناته هرب، صح؟ فهنا كأنه إيش؟ كأنه يقول لنا الله تعالى أنه ماذا يفعل بذنوبنا؟ يغطيها ثم ماذا؟ ثم يطويها حتى ماذا؟ حتى لا تراها. إيش يسوي؟ يغيبها فيطويها، فعشان وإيش؟ حتى لا تحدث أثر. لماذا؟ أعطيكم على سبيل المثال مثال بسيط. تعرفوا الأطفال أحيانا لما يطيحوا في الطين ولا يصيبهم ما يمتلقيهم يسويوا يصيحوا، صح؟ ما يحبوا أنه يعني توسخ ملابسهم كذا الأطفال، يعني مثلا شيء وسخ يقول لك أنه ماما غسليني. أنت نفسك لما يصيبك شيء من القاذورات، دم، ماي، أو حتى مثلا تكون شايلة طفلك ولا سمح الله هذا الطفل ماله يعني فعلها في ملابسك أو غيره، مو تحسي، ما تطيقي، فاهمين؟ فكذلك القلب لا يتحمل، فماذا يفعل الله تعالى بهذا الذنب؟ يغيبه. إيش يعني يغيبه؟ يخليه مخفي، يغطي عليه، ثم ماذا؟ ثم يطوى، فيطوى حتى إيش؟ حتى لا يراه القلب. لو جيت أركز أكثر أيضا على غفر وحذفت الراء، حذفت الراء من غفر، لأن الراء من الحروف الموجودة في الحروف المقطعة فتحذف عشان نعرف المعنى، هكذا تعرف المعاني في القرآن الكريم، الكلمات بهذه الطريقة تحذف بعض الحروف ونعرف الأصل الأصلي، يعني احنا قلنا الأصل فعل لكن أصل الكلمة هي غفة أو غفا، غفا غا وفا، صح؟ ما غفر إذن غفا، إيش يعني غفا؟ صح؟ بمعنى أنه غاب عن ماذا؟ عن وعيه، عن الواقع، عن الحقيقة، إذن غيب يعني غاب عن الحقيقة. طيب إذا جيت أعكسها، أعكس غفا فغى، صح؟ تعرفوا إيش يعني فغى؟ ها؟ فغت الأشجار، إيش يعني؟ أصلا باينة من الكلمة فغى، يعني إيش؟ طلعت وانتشرت. ولذلك إذا أردت أن تعرفوا معنى كلمة اعكسوها لتعرفوا معناها، ففغى يعني انتشر، لكن غفى إيش معناته؟ سكن أو نام أو غفل، حتى شوفوا كلمة غفل، غفى، غفل يعني إيش؟ حتى نقول تغافل، يعني إيش سوى؟ تجاهل. ولذلك غفر الأصل مالها؟ إنه أنا الذنب ماله؟ لا يجب حتى يحدث، حتى يحدث تحدث عملية الاستغفار بشكل صحيح وعبادة الاستغفار، لابد أن أمارس عملية إيش؟ التغييب. وإيش؟ وطي الصفحة. إيش يعني طي الصفحة؟ يعني أطويها، بمعنى فاقترفت أنا ذنبا، ما أجلس إيش؟ أوقف على الذنب وإيش؟ وحوم عليه ولا أطويه، إنما ماذا؟ أطويه. لماذا أطويه؟ حتى أنطلق في حياتي وأكمل حياتي. في ناس كثيرة تقول استغفر الله وتمسك المسبحة، لكنهم لا يدركون أن الاستغفار عملية تحدث في القلب وفي العقل في الفكر، فعقلي وفكري يطوي الذنب طيا. لكن إحنا إيش المشكلة؟ عندما يستغفر الإنسان
فإنه لا يستشعر هذا الشيء فيظن سوءا بالله فيقول إن الله ما غفر لي. لكن الأصل لمجرد إيش الله تعالى ما يقول لك استغفر أي اطوي الذنب وانطلق خلاص، أنت عملته انتهى اغلق بابه. طيب في عملية ثانية يا رب أسوي؟ أيوة، مش بس طويت بابه. كلمة طويت بابه إيش يعني؟ يعني توقف عند هذيك النقطة، خلاص هذاك الذنب توقف عن ممارسته، غيبه، ثم ماذا؟ اطوي صفحته كأنه ماشي. عشان كذا أحيانا في ناس مثلا ماضيهم يقول ليش إنه مثلا كانوا ما في شيء من المنكرات لا يفعلوه، ما في شيء من المعاصي ما يفعلوها، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم الله تعالى هداهم، صح؟ هذولا يمارسون الاستغفار بشكل صحيح. لماذا؟ لأنه تجدوهم إنه بعدين هم الذين يسابقون ويسارعون إلى الخيرات. الذي يمارس الاستغفار تجده ينطلق إلى الخيرات انطلاق كبير وانطلاق سريع. ليش؟ لأنه إيش؟ ما يجلس يبكي على الماضي ويقول يا ريتني ما ضيعت. الله تعالى لا يريدك أن تعيش التحسر، فكلمة استغفار اطوي الصفحة، ما تجلس تتحسر على الذنب وتقول يا ريتني ما سويت وكذا وكل شوية. لذلك تذكرون أحد الصحابة الذي رأى خطأ امرأة بالخطأ، فجلس ماله يتقلب من الألم وما قادر حتى يوري وجهه للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه الرسول ف يعني ارتمى في حجره، ثم ماذا؟ ثم قام حس انه هو ملوث، فقال له لو اعلمك كلمات. شوفوا كلمات بسيطه، لكنه الفكره وش هي؟ انه ما تجلس تعيش الذنب وتخليه يتغلغل في كل دمك فيشغلك فيثقلك عن العباده. والدليل انه امتنع عن مجلس الرسول ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر ماذا؟ أنه على الإنسان إذا تأثر أو تلطخ بالذنب أن يطوي صفحة الذنب، نبى ما يجلس كل شوية أنا كنت كذا وكذا، أنا أتذكر يوم كنت أسرق يوم صغير. يا أخي طوي السالفة يا جماعة، اللمبة والأنبة والمانجو وما أعرف إيش اللي يسموه مال جيران أول ذاك مخطفين علي، خلاص استر يا رجل. ودكان الحارة ما بقينا شيء ما سرقناه. لماذا تتحدث بما طواه الله لك؟ فإذا مسألة غفر يعني خلاص الأمر طوي. طيب هل هناك أعمال يجب أن أعملها بعد ما أطوي الذنب؟ نعم، هناك أربعة أعمال، سأل الله تعالى أنه يذكرني إياهم. أنا كنت بسوية على أساس ما أنساه، لكن إن شاء الله سأل الله تعالى أنه ما ينسيني إياها، سأل الله تعالى البركة. رقم واحد عشان يحدث الاستغفار بشكل صحيح هو الاعتراف. يعني كيف؟ يعني اعترف أنك أنت المسؤول عن الخطأ اللي ارتكبته. ليش؟ كيف أعرف أني أنا معترف؟ الشخص الذي يعترف بالذنب إيش يسوي؟ يصلح. ولذلك إذا كنت تقول أنا ما كنت أريد أسوي بس أمي قبرتني أو أبوي قبرني أو الظروف قبرتني، إذا جلس يقول هذا الكلام معناته ما استغفر. يقول أستغفر الله يا رب بس والله غصبا عني قبرتني الظروف، قبرتني الحياة إنه أنا أسرق. هنا معناته هو ما اعترف. الاعتراف إيش؟ كما قال سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني صح، اعتراف. ولما اعترف معناته تحمل المسؤولية، معناته أنا نفسي التي سولت لي هذا الخطأ. ولذلك حتى امرأة العزيز متى رفع عنها الأذى؟ عندما اعترفت وقالت سولت لي، عندها أصلح الله حالها. وكذلك أي إنسان إذا تتبى تستغفر استغفار صحيح، ما ينفع تقول استغفر الله بس إيش تقول حال نفسك، يعني واحدة تجلس إيش من الصبح لليل ماسك المسبحة استغفر الله استغفر الله، بس ترى يا رب والله ترى يعني غصبا عني، يعني صام هواي لكنه غصبا عني.
طب ما مشكلة ما يحتاج، لكن إذا كنت صادقا اعترف أنا يا رب ضعفت، أنا يا رب أخطأت. ولذلك الإنسان الذي يعترف تلاقيه ينطلق إلى التصليح، إلى الإصلاح مباشرة. ليش؟ لأنه مقر. عشان كذا في فرق بين، تعرفوا أحيانا إيش يصير، تعرفوا في الشوارع أحيانا يصير حوادث، يعني مثلا أشخاص يدعموا حد وبعدين يهربوا، وفي ناس لا، إيش تسوي؟ تدعم وبعدين تنقذ الناس اللي دعمتها وتشيلها، وأحيانا يروحوا إيش يسلموا نفسهم، مثلا تصير حوادث دهس. في هذه الحالة إيش يصير؟ يتم التعاطف مع الشخص، صح ولا لا؟ ويمر الأمر، ثم الله تعالى يوفقه إنه ذاك الشخص مثلا صاحب الضحية، أبو الضحية، أهل الضحية، تنازلون مثلا. في حين إنه في ناس مالها مو تسوي، تهرب، فما تتحمل المسؤولية. ثم إذا مسكت وش تقول؟ ليش أصلا أنا كنت ما كذا، أنا ما انتبهت، هم قحموا علي. هذا عمره ما راح يصلح، وهذا سيكرر الخطأ مرة ومرتين. لماذا؟ لأنه ما اعترف. فإذا رقم واحد هو الاعتراف. فالاعتراف لابد أن معناته أنا أتحمل المسؤولية، المسؤولية اللي تخليني أصلح. فإذا أصلح يعني أغير، أغير، وكلمة أغير يعني أغيب الذنب، فأحل محله ماذا؟ عمل صالح، أحل محله عملا صالحا. إذا هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن تسامح نفسك. أغلب الناس عندما يستغفرون لا يسامحون أنفسهم. كيف يعني؟ وكلمة أن تسامح نفسك يعني أنه مثلا أنت يعني استغفرت من الذنب وقلت يا رب أستغفرك ويا رب اغفر لي وغيرها من الصيغ، لكن استوت لك مصيبة، مو قلت من اللي سويته أستاهل، الله تعالى يعاقبني. ما يفعل الله بعذابكم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وإيش بعد؟ وهم ما ممكن، كيف يعذبك وأنت تستغفر؟ هل يعقل؟ ولذلك رقم اثنين، وهذه المسامحة، إيش يعني المسامحة؟ يعني أتوقف عن اللوم، أندم لكن لا ألوم. وكلمة أندم، الندم الذي يدفعني للتغيير، أما اللوم إيش يخليني؟ أكل في فؤادي لكني ما غير شيء، وكاره نفسي. فعشان كذا ما أقول لكم هي سيكولوجية، يعني أنا ما أضايق، أتصالح مع نفسي، أكون متصالح. إيش يعني متصالح؟ يعني أتقبل أني إنسان ويخطئ، وأنه الواجب إذا أخطأت إيش؟ أتطهر. ببساطة، إذا تلطخ الثوب ما نغسله، كذلك إذا تلطخ القلب مو نسوي؟ نستغفر، انتهى الموضوع. ليش تعيد السالفة مرة ثانية؟ فإذا معناته أنت ما سامحت نفسك. فإذا لم تسامح نفسك لن يسامحك الله. إذا أنت مقرر أنك أنت ما تغفر لنفسك، وتتقبل حقيقة أنه أنت إنسان تخطئ، وأنه لا بأس ببعض الخطأ الذي يعقبه إيش؟ استغفار. أتقبل هذا الشيء، وبالتالي أحسن الظن بالله، فأعلم أنه أي مصيبة تصيبني ما أربطها بالذنب، بل أربطها بخطأ قد أكون وقعت فيه ما انتبهت له، والله تعالى يريدني ماذا؟ أن أصلحه. شوفوا النظرة هنا، التفكير، هذا هو التسامح. ما أجلس أقول الله تعالى ما يحبني، مع أن الله تعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مش استثناء، جميعا، كل الذنوب اللي تخطر على بالك واللي ما تخطر يغفرها الله تعالى. فإذا كنت غير متصالح مع نفسك خلاص ما ينفعك. معناته أنت إذا كنت غير متسامح مع نفسك، أي أنك تسيء الظن بالله فلا يسامحك. فما ينفع بس تقول استغفر الله استغفر الله ويوم تجيش مصيبة، أكيد من ذاك الذنب برتكبته أكيد. وفي ناس أيضا تقول لك أكيد من المصيبة اللي أنت سويتها، صح؟ إذن يجب أن تسامح نفسك. طيب، وكلمة أن تسامح نفسك أيضا
أن تتوقف عن إيش؟ شوفوا كلمة المسامحة يعني أتوقف عن إطلاق حكم على من؟ على نفسي. ليش؟ بسألكم سؤال، لو لما أقولكم اندم ولكن لا تلوم، إيش يعني اللوم؟ إيش مشكلة اللوم؟ وإيش ميزة الندم؟ الندم يبعث على التغيير. لما أقول أنا ندمان خلاص، إيش معناته؟ بكرر هالغلطة. لكن لما ألوم إيش يصير في النفس؟ تتعب صح؟ فاللوم هو حكم، عبارة عن حكم تطلقه على نفسك. وش تقول؟ أنا سيء، أنا ما مني فائدة، أنا ما ممكن أنصلح، أنا ما مكتوب لي الهداية، أنا شقي، صح ولا لا؟ فإذا اللوم هو حكم. فإذا التسامح يعني إنه أنا ما أحكم على نفسي، ما أحكم على نفسي بالسوء فألوم. إذا هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا أردت أن يغفر الله تعالى لك وتحقق المغفرة، ممارسة سلوكية أخرى رقم ثلاثة اللي هي أن تغفر للآخرين. ما ممكن بأي حال من الأحوال أن يغفر لك وأنت لا تغفر. ألا تحبون أن يغفر؟ يعني أنت تريد الله تعالى يغفر لك؟ طب أنت اغفر للناس. قال لك الناس ظلموني والناس كذا، هنا لابد أن تعرف كيف تغفر للناس. الله تعالى إيش قلنا غفر؟ إيش يعني غفر؟ ما قلنا طي وتغييب؟ إذن أيضا غفرانك للناس أن تغيب الفكرة من رأسك عنهم، وأن تغيب الحكم. إيش يعني أغيب؟ يعني ما أشغل تفكيري بهم. ولما تجي تشوفوا كذا، الله تعالى عندما تحدث عن هذه الفئة التي تستغفر بشكل صحيح قال ها الكاظمين الغيظ. كاظمين غيظ، لاحظوا غيظ، كاتمين الغيظ، والعافين عن كلمة الغيظ. حاجة مالها؟ حاجة مدفونة في الداخل، صح؟ هم إيش سويوا؟ كظموها. إيش يعني؟ غطوها، صح؟ فإذا الرقم واحد إيش سويوا؟ غطوا. ثم قال ماذا؟ العافين عن الناس. شوفوا كيف مغفرة الناس، عشان بس تعرفوا أن احنا لا نمارس المغفرة بشكل صحيح. غطيت، مثل ما تقول إن في ناس أو في مثل إيش يقول؟ خلي الحلو فوق والمر ماله تحت. فطبعا المر غيظ، الغيظ مر، لكن إيش سووا هم؟ كظموه. فعندما كظموه مالهم؟ غطوه. فعندما غطوه إيش صار؟ عفو. إيش كيف عفو يعني؟ إيش يعني العافون عن الناس؟ إيش يعني كلمة عفو؟ على فكرة العفو غير عن المغفرة. عفا، تعرفوا لما نقول عفا السلطان عن بعض المساجين، كان إيش عليهم؟ عليهم حكم، ثم ماذا؟ عفى عنهم، بمعنى أزال الحكم. ولذلك الله تعالى عندما يعفو ما بس يطوي، غفر أقل، غفر طي الذنب، لكن العفو ماله؟ مسح الذنب، يعني إزالة الحكم عليك. مثلا خلينا نقول أنت ارتكبت سرقة، لكنك إيش؟ استغفرت وطلبت من الله العفو، طلبت من الله العفو. فالله تعالى إيش؟ كان يفترض أنه مثلا تسجن أو تعاقب، ولكن الله تعالى رفع عنك ومسح لأنك سويت شيء من الخيرات أو من الحسنات، أبدلت ذلك، فأبدل الله سيئاتك حسنات. فالله عفو كما هو غفور، يطوي ويمحي. لذلك العافين عن الناس يعني إيش يسويوا؟ يمحون الناس من تفكيرهم، ما يجلس كل ما راحت تصلي حسبي الله ونعم الوكيل، فيش يا فلانة، حسبي الله، أتحسب عليه لين يا بنت الحلال، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، واستغفرك ربي، وهي منها مال فؤادها يوكلها على فلانة، عشان مو عشان السحن مال رمضان ما رجعت ليه. صحيحة صحيحة، تمسك النساء بمواعين، السحن الحلو مالي ما جابته، ويوم قلت انت الحين تقولي في بارسل، انا اتكلم عن شوفوا اقول لكم اياه، ما ادخل اللي مبالغه. طيب ايضا الحكم على الناس يتطلب وعي. ايش يعني وعي؟ يعني انا عشان اعفو انظر الى ضعف المخلوقات او ضعف البشر،
فأقول أن ضعفهم هو الذي دفعهم إلى الظلم. ما الذي يظلم إلا ضعيف؟ لا يظلم إلا ضعيف، القوي ما يظلم، القوي لا يتمكن من الناس فيؤذيهم، لا يؤذي إلا ضعيف. ولذلك عشان تعفو وتقدر أنك تزيل الأذى، قول عن الناس إيش؟ أن الإنسان الذي أذاك ماله؟ ضعيف، جاهل، ما يعرف. من وين جبت الكلام؟ ماذا قال النبي عندما أوذي؟ لا يعلمون. إيش؟ تعامل مع التهاني ما شاء الله. يعني إيش؟ يعني هذا الشيء أعطاهم عذر. ولذلك عشان تعفو وما تفكر في الناس، فكك الفكرة كذا، جيبها القضية حطها وشوف علي ذا الإنسان، مو إمكانياته، مو معرفته، مو قدراته، هذا جاهل ما عنده حكمة. ولذلك تجدوا، يعني شوفوا على سبيل المثال، وأنا دائما أقول هذا المثال دائما أحطه، أنتي طفل وعقش بحصة، طفل صغير أبو سنة عقش بحصة، مو تقولي لحسبي الله ونعم الوكيل. على ذي اللي تقول حسبي الله ونعم الوكيل أصغر عن ذاك الطفل معناتها، لكن مو تقولي الله يهديك، صح؟ لماذا؟ لأنه طفل، فلا أحكم عليه وأجلس أعيد هالسالفة. الله والله في ناس تعيدها، مو تقولش هذيك ولد فلانة، يا الله بس لو أمسكه ما طايقة. طفل يا ماما، طفل، لا تأخذي عليه، ولا وتكره لأمه وتكره العائلة كلها، لأن ذلك الطفل ماله؟ قال أنت حصة. يعني عشان ويش؟ عشان إحنا أحيانا لا ننظر إلى، يمكن تشوفوه الموضوع سخيف، ولكنه يبين لأي درجة نحن لا نستغفر بشكل صحيح. فالاستغفار في الأصل يا حبيباتي أن نزيل تلك الأحكام التي نطلقها على الآخرين فيغفر الله. فإذا أطلقت حكمك على الآخرين أطلق الله وأزال حكمه عليك. ليش؟ لأني سامحت يا رب. فالله تعالى اللي سامح، ألا تحبون أن يغفر؟ أو لا تحبون أن يعفو الله لك؟ يعفو عنك فيغفر لك. ليش؟ لأنك من العافين. طبعا في مرتبة أعلى من العفو، في مرتبة أعلى من العفو، أنا ما بس أعفو، والله يحب ماذا قال نهاية الآية؟ محسنين. هي الإحسان. إيش يعني الإحسان؟ يعني إنه أنا أنظر إلى هذا الإنسان أنه محتاج إلى مساعدة. ليش؟ لأننا نظل ضعيف، صح؟ فيحتاج إلى مساعدة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم الذي يبدأ بالسلام. ليش خيركم الذي يبدأ بالسلام؟ لأنه أعلى وعي، فماذا يفعل؟ يحسن على صاحبه الذي خاصمه، فيروح إيش يقول له؟ يستهديه، يتلطف له ويفهمه ويقول له ترى هذا إيش؟ فهذا من الإحسان، أن أدله على الخير، أنا أحسن عليه لما أعلمه أنه ما في داعي تشل في قلبك، ما في داعي أنه إحنا إيش؟ نتخاصم، ما مستاهلة المسألة كلها كذا كذا سالفة، نحللها. كلما زاد إيمان الإنسان كلما ازداد قدرة على المغفرة وعلى العفو، وبالتالي فتحت له. ليش؟ لأنه الإنسان المؤمن واعي، فيبدأ ينظر إلى الناس على إنهم مالهم ضعاف، ينظر إليهم بعين الرحمة. ولذلك المغفرة لو تلاحظوا دائما فيها كلمة إيش؟ اسم من أسماء الله إيش؟ غفور. إذن الله تعالى لما يطوي لك السالفة ينظر إليك نظرة ماذا؟ رحمة. كذلك الإنسان المؤمن عندما يغفر ويطوي ينظر إلى الآخرين نظرة إيش؟ رحمة. يقول خليه. تتذكروا قول صاحب الجلالة رحمه الله عندما أماله قحم رجال تكلم وهو يتحدث، وهذا ليس من الأخلاق مقاطعة الآخرين، فقال إيش؟ شفتوا النظرة؟ نظرة رحيمة. لكن لو واحد عنده كبر، ما عنده إيمان، عنده كبر، مو كان يسوي؟ شلوه. كيف ذا يتكلم وأنا أتكلم؟ تأخذه العزة بالإثم، فيبدأ إيش؟ يخطئ على الناس. إذن قلنا مسألة إزالة الحكم يعني إنه أنا أزيل هذا الإنسان من تفكيري، أعطيه مبررا، بل إنني قد أبلغ مبلغا ماله أحسن إليه. فإذا أحسنت ماذا؟ أحسنت لنفسي. والله تعالى المحسنين مالهم؟ يحبهم. وإذا أحبك الله خلاص، بس وش تريد؟ أحبك الله فمن عليك؟ ما تهتم، تتحقق المغفرة بشكل صحيح.
طيب رقم أربعة، لا مغفرة ولا استغفار إن لم تسعى. كيف يعني؟ أوكي، استغفرت وسامحت واعترفت وسامحت نفسي، أيوة، بس لازم سعي. كيف يعني سعي؟ يعني إن الحسنات، ولو تلاحظوا أن الله تعالى دائما يقول إنهم يستغفروا بعدين عملوا صالحا، توبوا وقالنا عملوا، يعني لازم بعد الاستغفار هناك أعمال صالحة تسويها. وأنا دائما أقول للأخوات بعد جلسة الاستغفار اذهب وادفع صدقة، حتى لو 100 بيسة حطيها في المسجد، حطيها في أي مكان، أو حتى إيش، حتى سحن من الطعام اللي أعددتيه انوي به صدقة. حتى ماذا؟ حتى تمحو. ليش؟ لأن الله يحب أن يمحو لك. الله تعالى ما بس يحب أن يغفر، الله يحب أن إيش؟ أن يتوب، أن يتوب، صح؟ والله يحب التوابين. فإذا الله تعالى يحب أن يتوب علينا، طب كيف يتوب علينا؟ يتوب علينا أنه أنا إيش أسوي؟ يكون عندي حسنات أذهب بها السيئات. ما أنا ما يكفيني بس أطويها، ما يكفي أطوي الذنب، لأنه إيش؟ ما طويته يمكن أن أعود وأفتحه. فبدل غف يصير إيش؟ بدل غفا فغى وارجع مرة ثانية. إذا ماذا أفعل؟ أسعى إلى الإكثار من الصالحات. فإذا أكثرت من الصالحات طوينا إيش؟ ما بس طوي، مسحنا السيئات، يذهبنا. فيصير إيش؟ الإنسان ترجع حتى ثقته بنفسه. لذلك لما أقول لكم الإنسان الذي يندم ويتوب صح، إيش يحصل له؟ يبدأ ماله ينجز ويعطي ويقدم، حتى تستغرب تقول سبحان الله فلانة كانت كذا وكذا وكذا، وتو ما شاء الله هي اللي نشيطة في الدعوة وتذهب وتسير وما أعرفش، وهذه أول كانت شعرها تطلعه وكانت كذا وكانت تلبس كذا، والآن ماذا أصبحت؟ كيف تلبس وكيف تعمل؟ شوف كيف سبحان الله. لا، وأيضا وأيضا أصبحت تحفظ الصغار وأصبح لها أعمال وأصبح لها، كيف حدث ذلك؟ هذه حققت الاستغفار بشكل صحيح. شوفوا ممارسات سلوكية، ووثقت أن الله تعالى ما جلست قالت أنا وحدة كانت تسوي ذنوب فين الله تعالى يقبلني، ما قالت كذا. ماذا فعلت؟ أحسنت الظن، طوت الذنب، فتصالحت مع نفسها، وإيش بعدين سوت؟ وصامحت الناس، وقالت يمكن 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 تكون نشأت في بيئة، هل نقول بيئة مثلا فاسدة، لكن مو قالت، قالت سامح الله أهلي، يعني ما علموني بس سامحهم الله، ما علموني الخير، ما علموني الدين، ما علموني كذا، فسامحتهم وما جلست أفكر فيهم. فإيش اللي صار؟ بدأت إيش؟ تعمل صالحات، بدأت تسعى. ولذلك أصل الاستغفار فكرته إنه إيش؟ أنك تتخفف، تتطهر، ثم ماذا؟ ثم يتوب الله عليك. وكلمة يتوب أي أن الله تعالى يرفعك، كلمة تواب أي رفعة. فبعدما يحدث إيش؟ بعدما يحدث الطي يحدث الكنس، وبعدين إيش تحدث؟ الرفعة. هكذا تتحقق المغفرة بشكل صحيح. طيب الآن هناك بعض الممارسات الخاطئة في الاستغفار، عشان بس نأكد عليها ونختم الجلسة إن شاء الله ما نكون طولنا. طيب بعد وقت لا بقول بس أنا أتأكد عشان إيش، أنا أخاف شيء. يعني كم باقيين من الوقت انتو؟ كم تريدوا؟ كنكم طماعين. الله يعطيكم الصحة والعافية. طيب إذا خلينا نشوف بس بعض الممارسات الخاطئة أثناء الاستغفار التي نفعلها. أحيانا نعتمد على الاستغفار لفظيا دون أن نستشعر ثقتنا بالله قلبيا. يعني إيش؟ يعني أنا أستغفر بس عقلي يفكر في إيش؟ شيء آخر، وبالتالي لا يوجد هنا حضور، لكن هنا لابد من حضور القلب. طيب كيف يحضر قلبي في الاستغفار؟ هنا السؤال، كيف أخلي قلبي يحضر في الاستغفار؟ قال لك في ممارسة بسيطة تسويها، فإن العقل لا يميز ما بين الخيال والواقع. فإيش أسوي؟
أتخيل وأنا أقول أستغفر الله كل ذنب أكيد عامل نقطة في قلبي، نقطة سوداء، فأتخيل وأنا أقول أستغفر الله أنه هذه النقطة السوداء مالها كأنه إيش؟ كأنه انتشل. تعرفوا هذاك اللي تشيل المسمو الملقط؟ أتخيل كأنه ملقط وأزيلت من القلب. وقربوها سويوها في البيت وأنتم تستغفرون، بتشوفوا أنه قلبكم بدأ يخف. لماذا؟ لأن العقل يصدق ما يتخيل، وإن ذلك من حسن الظن بالله. ليش؟ لأنه أنا لما أشوف قلبي تخفف خلاص معناته انزالت اللي هي النقطة التي مالها. لأنه الإنسان مشكلته ما يقدر يشوف الأشياء الغائبة عن وجهه، ما يقدر يشوفها. يعني أنا مثلا الذنب كيف أشوف أنه هو مسوي لي مشكلة في قلبي؟ أقدر أشوف؟ فإيش أتخيلها؟ أتخيلها نقطة. حتى إحنا لما الرسول قلنا إن في القلب مضغة، إن في الجسد مضغة، إحنا إيش نتخيل المضغة؟ مو تتخيلوا مقولش مضغة، تتخيلي القلب صح؟ أو اللحمة أو قطعة لحمة، ودائما نتخيلها ماذا؟ القلب. يعني طبيعة الإنسان ما يستطيع إنه هو يدرك شيء حتى يجسده، حتى يكون له شكل، حتى يكون له ماذا؟ حاجة كذا هاي يقدر يوصفها، لأنه إذا وصفها خلاص يطمئن. ألم يطلب نبينا إبراهيم من الله تعالى، قال أرني كيف تخلق الطير؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ماذا؟ باغي يشوف، صح ولا لا؟ باغي يشوف. إحنا نريد بس حاجة تخلينا بس نطمئن، إحنا نثق بك يا رب، لكن محتاجين ويش؟ شيء دليل مادي، لأنه نحن البشر مستوى إدراكنا لا ندرك حتى نشهد ونرى. فإذا شهدنا قلنا لا إله إلا الله كما أشهدنا الله في الفطرة وأول ما خلقنا. ولذلك عشان تستغفر صح استشعر ذلك، وتخيلوا دائما أن ذلك السواد. عاد أنت تتخيلي سواد، تتخيلي نقطة، تتخيلي غشاوة كأنك زلتي الغشاوة، وتتخيلين أن قلبك يعود للحياة. يعني مثل لما أتخيل قلبي مثلا هو بالذنوب ماله كأنه ينبض ماله بثقل، لكن لما أستغفر أتخيل أن الله تعالى طوى عني هذه الغشاة فعاد قلبي ماله للنبض. وإذا عشتوها بشكل صحيح أنا أوعدكم إنش هتقومي وهتصلي صلاة بعدش ما صليتيها في حياتش، فقط افعليها بشكل صحيح وإنتي تستغفري. طيب، أيضا من الممارسات الثانية في الاستغفار هو أن الإنسان لا يقيم عهدا. إيش يعني لا يقيم العهد بينه وبين الله؟ طب أنا استغفرت زين، خلصت جلسة استغفار، يعني ما شاء الله في بعض الحريم تقولش صباحا أستغفر ألفا ومساء أستغفر ألفا وما شاء الله، لكنها مالها؟ لو كانت تقيم العهد لقالت توني مستغفرة، يفترض أنتبه، يعني أكون إيش؟ حاضر، فأحاول قدر الإمكان أن إيش؟ لا أعيد ارتكاب الذنوب قدر الإمكان، المجاهدة. فما العهد إلا اصطبار. ولذلك إذا كانت العهد صلاة والله تعالى أمر نبيه بالاصطبار وقالنا أن الصلاة نصطبر عليها، كذلك الاستغفار اصطبر، فهذا من العهد. ما أنت كلمة استغفر الله كأنك وش قلت؟ يا رب اطوي عني هذا الذنب، فإذا طويته فإني سأصلح حالي. إذن هذا عهد صح؟ طيب لما تجي تقوم ما توش تقول استغفر الله يا رب عن كل كلمة قلتها، عن الغضب وأغضب على أولادي، عن مسمع عن عصبيتي، عن كذا. مواحية مستغفرة شافت ولدها سمعت ترن كسر القلاص، من هنا كذا كذا كذا، توش تستغفر بنت الحلال؟ إذا خلي قبل خلص لا بدأت ماذا؟ رجعت. ولذلك الذين يستغفرون مباشرة يبين الاستغفار في الأصل. اللي يستغفر صح استغفار حقيقي، واللي يقول إنه استغفر الأصل، وبعد الاستغفار يحدث له سكينة في النفس، يحدث له سكينة في النفس وأيضا طاقة في الجسد، يعني يحس نفسه كذا نشيط، لأنه الذنب يثقل ترى. ولذلك اللي يستغفر صح يجب أن يحدث له هذين الأمرين.
وعشان كذا قلنا انه نفس الشيء الصيام من اعمال الاستغفار. على فكره الصيام من اعمال الاستغفار، ولو تذكروا الله تعالى قالنا في كتابه الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبعدين لما تجي تشوفوا ايات الصيام تجدوا ان الله تعالى قالنا انها من اعمال التقوى، وبعدين قال ها يطهركم، صح؟ هي عمليه تطهير. ما هو الاستغفار ايش يعني؟ تطهير، ولذلك الصيام تطهير. فاذا كنت تصوم ولا تشعر بالخفه والسكينه معناته صيامك في مشكله، ما حدث صح. ولذلك الاستغفار نفس الشيء، لابد ان يحدث معه سكينه. ما انا قلت لكم سيكولوجيه، حاجه تنعكس على افكارك وعلى مشاعرك. فاذا استغفرت بشكل صحيح مشاعرك وافكارك كلها مالها تهدا، وتبدا ماله ثقتك بالله مالها حتى يحدث شيء. على فكرة الذي يستغفر تعرفوا ماذا يحدث له؟ يحدث له نوع من أنواع اليقين، يرتفع لديه اليقين. فإذا ارتفع اليقين بعد الاستغفار نسى مسألته فأعطاه الله إياها. ليش ما قال الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ يرسل السماء مباشرة، يرسل. معناته ايش حصل لي بعد الاستغفار؟ انا ذيك المساله اللي انا جالسه مثلا محتاجه مال، محتاجه مال، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، واتخيل ان الله يطهرني، ثم شعرت باطمئنان، ثم شعرت بسكينه، وكملت باقي يومي. فاذ بالله يفاجئك ان المال الذي تريده اتاك مباشره. ليش؟ لانه الاستغفار في الاصل لما يخفف على القلب، القلب يبصر. فإذا أبصر ماله أدرك حقيقة إيش؟ أنه إيش؟ أن الله أكبر من همي، وأنه هذه الدنيا ما مستاهلة. فبدأ إيش قلبه يحصل له؟ طمأنينة، فينطلق إلى عمله. فإذا انطلق نسى مسألته فأتته بدون جهد منه. هذا الاستغفار الأصل. ولذلك الناس اللي تستغفر وتفتح لها فتوحات أصلا يمروا بذي المراحل وهم لا يدركون، يعني ما يدركوا أنهم هم أصلا مارين بذي الأشياء. ولذلك في ناس تقول ليش أنا واجد أستغفر ولذلك الله واجد مفتح لي أمور. إذا جيت السألية هذه التي كثيرا تستغفر بتقول ليش أنا أستغفر وأنشغل بالاستغفار وما أفكر في شيء ثاني. فكأن الله أشغل قلبها بما يفيدها فأناره، فإيش؟ فسكب على قلبها اليقين. ثم ماذا؟ خلاص صارت إيش؟ ماشي إيش كما يقولوا إيش؟ كيف ما يمضي بها الله أو كيف ما يأخذها الله، فما تحاتي، فتجد إيش؟ فتوحات. لكن في ناس تستغفر 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 وبعدين كل شوية إيش سوي؟ خلصت 100، بعدني ما وصلت 150، ما وصلت 1000. مقيول نحن في المجموعة مالنا أنه لازم نستغفر 1000، ما وصلت 1000. مثل الحلال، 1000 تحط، يعني الأرقام توضع من باب الهمة وليست من أجل خلصت 1000 وبعد 1000 حرام كان أزيد 1. ليش؟ ليش؟ لا، لابد أن يكون الهدف ما أنه أنا مسألة 1000 ولا 2000، مسألة أنه أنا هذا الاستغفار يوصلني إلى مرحلة ماذا؟ أنه أنا أطمئن فأسكن، وما لو بعدها ما أسكن تفتح لي البوابات. ها؟ هذه أقوال، هذه أقوال أنه تستغفر بيدك أو تستغفر بالسبحة أو تستغفر بالسبحة الإلكترونية في التليفون، هذه أقوال، لا يعني وكل حسب اجتهاده، لكنه ليس لها دليل، ليس لها دليل، تمام؟ فهي أقوال وكل له اجتهاده وكلها محترمة، يعني كلها يعني نأخذ بها وما في بس. حبيتي باليد، حبيتي بالأصابع، حبيتي بالمسبحة، حبيتي بالجهاز، هي الفكرة كلها ليست في هذا، هي الفكرة كلها ما في هذه الفكرة. إيش ما يفعل الاستغفار بنفسي وأفكاري ومشاعري وحياتي وسلوكياتي؟ المهم إن الاستغفار يصلحني. يعني واحدة استغفرت في صوابعها مثلا لكنه ما كانها استغفرت، صار شيء، تحقق شيء؟ لا. هناك من يستغفر أيضا بذلك لكنه ما حاضر. طيب أيضا هناك أمر من ضمن الأخطاء الناس اللي تظن، لما قال لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر عليه أفضل الصلاة والسلام 70 مرة، تظن أنه بس يكفي 70 مرة. قالش هو في المجلس الواحد،
في المجلس الواحد يستغفر 70 مرة. ولذلك أكثروا من الاستغفار. إذا كان الله تعالى قال عن نفسه غفارة وغفور وكلها صيغة مالها صيغ مبالغة، فإذا الأصل أنا أيضا أكون ماله مبالغة في الاستغفار، فلا يكون لساني إلا ينطق استغفار. ولذلك ما تظنوا أنه بس لقرد أنام اليوم عندنا في أذكار الصباح الاستغفار 100 مرة راح استغفر خلاص أنا استغفرت. لا لا، أكثري أكثري، كلما أكثرت زادك الله خير. فهذه أيضا من ضمن الأخطاء اللي الناس أحيانا تفهمها غلط، فتظن أن الإكثار ما محبب. لا، محبب، لأن الله يحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يحبهم. طيب، عندنا نوعين من الاستغفار حتى بس نعرف، وأنه يجب أن تمارس النوعين. النوع الأول اسمه النوع الاستغفار يسموه التتابعي. ماذا يعني استغفار تتابعي؟ هو كل استغفار يأتي بعد عمل صالح. بالله عليكم، إحنا بعد الصلاة ماذا نفعل؟ أول شيء نستغفر، صح؟ بعد التسليم مباشرة للاستغفار، صح ولا لا؟ إذن هو عبارة عن استغفار. لماذا؟ يأتي بعد الأعمال الصالحات، يسمى استغفار تتابعي، أي يتبع العمل الصالح. أي عمل صالح؟ لذلك لو تلاحظوا أحيانا إحنا في المجلس بماذا نختم؟ المجلس ذكر، ما عمل صالح؟ نقول ماذا؟ سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب. اختم أعمال الصالحات لماذا؟ أيوة، قد يكون أنا أكون جالسة وقلت كلمة غلط، ومثلا سبحان الله أنا أصلي، سافرت، أنا ما أعرف إيش. فالله تعالى يريد أن الله يحب أكمل الأعمال وأتمها وأجملها وأتقنها وأحسنها. لذلك أنا أريد أقدم هذه الصلاة لله مالها بأحسن صورة. طب أنا مثلا سويت أي عمل آخر على طول، ماذا؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، ربنا اغفر لنا تقصيرنا وإلى آخره، ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. شوفوا كيف المؤمنين كانوا، مع أنه هي مواضع مالها أعمال وصالحات، لكنهم إيش يريدوا؟ دائما يحبون الإحسان. فإذا قدموا عملا صالحا لازم يقدموا بأحسن صورة. انتي لما تروحي عند مثلا، خلينا نقول مثلا سايرة، في فرق لما تروحي عند جارت الشالة سلة ترطب، وبين انش رايحة مثلا عند وزير شالة سلة ترطب، لأنه سلة عن سلة تختلف، صح؟ ليش؟ هذا وزير ما يليق بمقامه، فتشيل الصينية ذهبية وتغل فيها ووردة وما أعرف إيش وحركات. لكن قارتش حتى في كرتون عادي، الأمور طيبة، تي وقارتش بتفاهمات. لكن لاحظوا حتى الهدايا يعني حتى في 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 سيرة النبي وفي سيرة الصحابيات وأمهات المؤمنين، إنه لما كان هديا مسويا يعطرا الهدايا ويقدمنها، صح؟ طيب أنت عملك الصالح هذا ماذا؟ هذه قربان، أنت قربان تتقربين بها إلى الله تعالى، صح؟ إذا أنت بغيت تقدميها مشرخة، عمل ممزق، عمل ناقص، كيف ضيحة؟ ولله المثل الأعلى، كيف تقبل؟ أنت تتعامل مع من؟ مع ملك الملوك. أنت وزير وما هان عليش تبي تسويها الفيونكة والصينية وتبي تقدمي أحسن شيء، لكن كيف بالله؟ يوم تجي تقدمي عمل قدميه بأحسن ما يكون، فأعقبيه أو اتبعيه بماذا؟ باستغفار، حتى يكمل فيكون بأبهى صورة. أي عمل خير، حتى حبيباتي يوم الطبخة طبخي حل أولادش منتي مخلصة استغفري عن إيش؟ عن أي خطأ منتي وانتي تستغفري، ممكن جا حد في بالش معصبة على حد، فهمين؟ أفكار وأشياء شغلتكي، خاصة وأنه يقال طبخ الأمهات من وين؟ طبخ الأمهات في روحهن، صح ولا لا؟ عشان كيك إحنا نستطعم أكل الأمهات غير، لأنه في نفسهن، صح؟ طب إيش رايش لما تكون أنتي النفس هذا الجميل تكمليه؟ شوفي عاد أولادش كيف يكونوا، لا تستهيني بذلك. بالضبط، هي عملية مالها؟ عملية فيها إيش؟ كمال،
فيها كمال، والله تعالى يحب أحب الأعمال عند الله أكملها وأتقنها وأحسنها، ولذلك نعقبها بالاستغفار التتابعي. النوع الثاني اللي هو الاستغفار الاستباقي. إيش يعني الاستباقي؟ لا، يسبق الذنب قبل أن يكتب. إحنا إيش مشكلتنا يوم نذنب؟ في بعض الناس يوم تذنب ذنب مالها بكرة، يوم أصير أصلي تسويف. وما أكثر الذنوب التي مالها متراكبة. لما يقول واحد ليش ثقيل نفسيا، شوف أنت يعني مثل واحد ثوبه كل يوم يتوسخ، كل يوم يتوسخ، كل يوم يتوسخ، بالله عليكم عاد حتى الناس ما تطيقه وهو داخل عليهم بثوب ماله كثير الأوساخ. فإن الأصل إذا كانت، إذا أنت ثوبش 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 عشان يعني إذا توسخ ماله مباشرة موت سيء. يعني أحيانا لما تقول دم أو خلينا نقول أشياء أحيانا مالها صعبة موت سيء مباشرة موت سيء، تبيتي؟ إذا بيتي مو قلتي خلاص هذا عاد ماشي فايدة. أنت يا أولادش مثلا لبستنهم مال تاسع أبيض وصخوها مو تقولي هذا ما يناسبهم للثياب البيضات، أنا حمو لبستهم أبيض. ليش؟ لأنه أحيانا لما يصير بقعة مثلا عصير أو شيء طاحت إيش مباشرة إيش تسوي؟ تفسخيها وتروحي على طول تنظفيها. يفترض قبل أن يقف، قبل أن تقف البقعة. ولذلك المؤمن قبل أن يبدأ الذنب ماله يعمل ذيك النقطة السوداء إيش يسوي هو؟ أيوة، لأنه في فرق بين إنش أنتي تشيلي شيء رطب وبين تشيلي شيء ماله خلاص عالق، فرق بين الأمرين. ولذلك هناك استغفار اللي هو نسميه الاستباقي، أسابق به الذنب فيسبق الذنب. يجي الذنب إيش يلقى خلاص، يعني مثل إيش خلينا نقول مثلا ذبابة وهذا عندي طعام وأنا عارف أن هذا المكان مو فيه ذباب، فمو سويت غطيته مباشرة، سبقت الذبابة قبل أن تروح الأكل. يعني في ناس أحيانا مش تجيب الأكل وعارف أن المكان فيه إيش، فهي تجيبه أصلا ماله سبقته. أيوة، هي عارف أنه فيه ذباب لكن راحت سبقته بالغطاء، فماذا حدث؟ خلاص الذبابة مالها، هل تتمكن في حماية؟ فإذا أنت عندما تسبقين خلاص يسبق هذاك، فلا يحدث الذنب أثرا في قلبك، فلا يحدث الذنب أثرا في قلبك. هل فعلا نسمعك في المعلومة تقول إن الشخص بعد الذنب عنده 6 ساعات يعني 6 ساعات؟ لا أعرف إذا كان هذا صحيح. لا، هي لا تقاس بذلك، هي تقاس بالمسارعة. وسارعوا إلى مغفرة. المسارعة الأصل إنه مباشرة بعد الذنب. 6 ساعات هذه لا أعرف حقيقة لها أصل، ما أعرف. وربما مثل نفس الشيء قيس التأخير في الصلاة بثلث ساعة. في بعض العلماء قاسوا التأخير، يعني إذا أنت مثلا أذن الأذان خلينا نقول أذن مثلا 46 يتاح لك ثلث ساعة، بعد ثلث ساعة تعتبر تأخرت عن الصلاة. هذه تقديرات لكنه أيضا ما أعرف، يعني ما أستطيع أقول. هو الأصل كلمة وسارعوا إلى مغفرة، الأصل إن مباشرة، ما أخر الموضوع. لماذا؟ لأنه أنت تحاسب يوم بيوم، فقبل أن ترفع أعمالك الله تعالى طبعا اللي مسيء في النهار يريد يغفر له في الليل، واللي أساء في الليل الله تعالى يريد أن يغفر له، الله تعالى يريد أن يطوي لك ذنوبك. فساعد أنت نفسك وسارع إلى ذلك مباشرة. ارتكبت الذنب على طول حتى لا يحدث هذا الذنب ماله أثر، لأنك إذا تركته ماله غطى القلب فأثقله، فإذا أثقله ماله أتعبه، وإذا تعب القلب خلاص الإنسان قنط من رحمة الله فترك عبادة الله. وصلنا هنا غالياتي إلى أنها تفضلي حبيبتي تفضلي. أيوة، نعم. شوفي، مسألة أنه أن تستغفر بأصابعك وإنت ماسك هذا وتستغفر ما في بأس، لأنه لسانك تعوده على الخير على الذكر. يعني أنا بدل ما جالس أقول كلام ما منه فايدة
أنا أذكر الله تعالى، لكن هل فائدته مثل واحد جالس الجلسة؟ هو شوفي شوفي ترى مثل ما قلنا الاستغفار مستويات، فهذه مسألة أنه أنا أستغفر هذه على مستوى اللسان لا بأس بها، ما في إشكالية، لكنه طبعا أفضل منها أنه أنا أستشعر وركز، الأفضل منها. طبعا إحنا المؤمن ما يفعل الأشياء اللي ذا، لكن هو يعمل إيش؟ المفضل والأفضل، ويعمل كل الأعمال، أعمل بدون تركيز وأعمل بتركيز. أنت ممكن أيضا تطبخي وتذكرين الله تعالى أو تراجعين الحفظ. لما تكوني بنفسك صحيح، لكن انت تكوني عندك رسالة ومهمة تفضلين الشخص. ما انا مثل ما قلت لك الاذكار خير، ليش؟ لانها عبارة عن عبادة سلوكية، يعني شوفي ترى هي اي عبادة لها جانبين، جانب سلوكي وجانب روحي، جانب سلوكي وجانب روحي، هي ما يتحقق عندها الجانب الروحي. وطبعا كلما كان في العبادة فيها الروح حاضرة أو تشحن كان ما في بس، يعني كان أفضل. لكن إذا مارستها سلوكيا، أنا ما أقول يعني مثلا الحين مثلا الناس اللي تصلي وعقلها في عالم ثاني، أقول صلاتهم ما مقبولة؟ لكنه هل يحصلون على الفائدة اللي يحصل عليها الخاشع؟ فكذلك هي مقامات، هي كذلك مقامات. لكن ما أقول له أنت ما تستغفر لأن استغفارك ما مقبول، لا، بل بالعكس اعمل، لأنه لعل حتى ابن عطاء الأسكندري أو السكندري يقول لا يدفعك عدم حضور القلب في العبادة إلى إيقاف العبادة. إيش يعني؟ يعني مش عشان أنه أنا قلبي يا رب ما حاضر خلاص أنا ما بصلي لأنه أنا ما أعرف تخشع، لا يدفعك. فلعل، شوفوا، فلعل عبادة استمرت إليها ها بدون وعي تدفعك إلى عبادة يحضر فيها قلبك، يعني الاستمرار. فهمتوني كيف؟ فأنت ما تقول لأنه أنا هنا ما في حضور إذن خلاص أنا ما بصلي لأني أنا شو اسمه ما حاضر قلبي خلاص ما بخليها الصلاة. لا، استمر على الصلاة فإن استمرارك سيوصلك، وكذلك أي عبادة أخرى. فلا تمنعك أنه تستغفر ولو كنت ما مركز، فلعل ذلك يدفعك إلى أن يكون قلبك حاضرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم انصر أهل غزة وغزة، اللهم انصر غزة وأهل غزة، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم، اللهم انصرهم نصرا مبينا مؤزرا، اللهم افتح عليهم فتحا مبينا مؤزرا، اللهم رد كيد عدوهم في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم يا رب العالمين، اللهم لا تبقي لهم من باقية، اللهم لا تبقي لهم من باقية، اللهم إنهم أعداؤك أعداء الدين، فمزقهم واجعلهم متفرقين يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.